عليكم الغزالات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد، جيت نشارك معكم الشهيوات او الطبيله ديالي ان شاء الله اللي غدا نوجد معكم اليوم. بغيت نقول لكم بعدا مرحبا بكم والف مرحبا للناس الجداد اللي دخلوا معايا للقناه، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم القناه ديالي. وشكرا بزاف على التعاريق البنات، شكرا بزاف راني كنقراهم، شكرا على الدعم ديالكم، وان شاء الله ديما نبقى نحط لكم الجديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كتستافدوا معايا. هنا البنات كما كتشوفوا عندنا الجو ديال الشتاء، انا كنحيد في حويجاتي قبل ما يسردوا ليا. غدا البنات ندوز نشارك معكم اول حاجه هاد ليكيش اللي كيجيو زوينين وكيجيو بنان في المذاق ديالهم. هنا البنات غادي نحتاجوا جوج كيسان كبار ديال الفورس كما كتشوفوا، غادي نحتاجوا واحد نص كاس ديال الزيت، وغادي نزيد معهم حتى الزيت ديال الطون باش تجيني ديك العجينه منسمه بالريحه الطون. وعندي هنا معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال السنيده وشويه الزعتر. اول حاجه غادي نخوي هذا الفورس، غادا نزيد عليهم هذيك المعلقه ديال الملحه والمعلقه ديال السنيده، غادا نزيد معاهم معلقه صغيره ديال الزعتر باش كتنكهوا داك باش كتنسموا ديك العجينه صافي. وغادا ندوز نصفي هذاك الزيت ديال الطون، غادا نخلطو مع داك الزيت النباتي صافي، هو باش غادا نعجن داك العجينة. صافي البنات غادا ندوز نبسبس هداك الفورس كما كتشوفوا بالزيت، غادا نجمع غير بالاصابع ديالي على الطريقه هذه. حاولوا ما تجمعوهاش مزيان او تدلكوها باش يجيوكم تجيكم هذيك ديك العجينه ترمله وتجيكم زوينه بحال تقريبا بحال عجينه الصابلي صافي. غتبقاو تستمروا غير هكا يعني بالاصابع ديالكم. البنات من بعد ما بسبس مزيان هذيك الدقيق مع داك الزيت، غادا نزيد واحد القطيرات ديال الماء غير قطيرات باش تجمعوا ديك العجينه. البنات انا من بعد ما جمعت هذيك العجينه غادا نديرها في واحد البلاستيكه وغادا نديرها في الثلاجه لمده واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه بين ما صايبت الحشوه. هنا البنات بالنسبه للحشوه عندي واحد جوج بصلات كبار، غادا نزيد عليهم واحد شويه زيت العود، وملي غادي تطيب ليا ديك البصله غادا نزيد عليهم الطون، وغادا ندير معاهم شويه الزعتر وشويه الملحه. صافي هنا غادا ندير ديك البصيله ديالي فوق العافيه باش طيب، نشحرها مزيان حتى كطيح. هنا البنات غادا ندوز نقي داك الحوت، انا عندي الحوت الميرلوتسو ما عرف شنو صراحه سميتو بالعربيه، المهم كما كتشوفوا تقدروا تعرفوه. غادا ندوز نقيه مزيان ونغسلو ونخليه يتسقطر.
صافي هنا البنات غادي ندوز نقطعوا على هذا الشكل هذا من هنايا، كنحيد ليه هاد الجلده اللي كتشوفوا. الا ما حيدتوش كتجيكم مره ملي كتكونوا تاكلوا فيه. هنا هو راه هاد الحوت ديجا كيتباع يعني منقي مصايبر كما كتشوفوا، محيدين ليه الراس كلشي، ولكن انا كنعاودوا في التنقيه كنحيد ليه داك القشور وداك الشوك. صافي هنا البنات من بعد ما غسلت الحوت غسلته مزيان غدا نخليه يتسخطر، وغدا ندوز نصايب معاكم هذوك لي كيش نعمرهم. البنات من بعد ما طابت لي ديك البصله غدا نزيد نخوي عليهم هذوك البط ديال الطون، وغدا ندوز نعمر معاكم هذوك لي كيش. صافي البنات انا كما كتشوفوا انا خديت شويه العجينه من العجين اللي ديجا صايبت معاكم، غادي نشكلوا على هذه الطريقه هذه. انا هنايا عندي ربعه ديال ليمون صغار وربعه كبار، دوك صغيورين درتهم على حساب الوليدات. صافي غادي نستمر البنات بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي دوك الليمون كاملين بهذه الطريقه هذه، وغادي ندوز ان شاء الله نعمرهم معكم. صافي هنا البنات غادي نحتاج واحد ثلاثه الفرماجات، ثلاثه البيضات، وكاس ديال الحليب، وهنايا الحشوه اللي راني ديجا شاركتها معكم. غادي ندوز نقسم هذيك الحشوه في هذوك لي كيش ديالي في المولات. هنا البنات غادي ندوز نضرب هذوك ثلاثه البيضات مزيان، وغادي نزيد عليهم دوك ثلاثه الفرماجات. صافي غادي نضرب مزيان حتى كيندمج لي داك الفرماج مع البيض، وغادي نزيد عليهم داك الكاس ديال الحليب من بعد. صافي هنا البنات غادي ندوز نخوي داك لاصوص فوق هاد فوق هادوك لي كيش. صافي من بعد ندخلهم الفران لمده 25 دقيقه تقريبا على درجه الحراره 180 درجه. صافي غير يبانوا لكم البنات حمروا غادي تخرجوهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم كيجيو لذاد.
صافي هنا البنات غادي نرشهم بشويه البارميجانو شويه الفرماج، تقدروا ديروا حتى الموتزاريلا، المهم داكشي اللي عندكم، حتى الفرماج الاحمر حتى هو كيجي زوين محكوك. صافي البنات وغادي ندخلهم الفران كما قلت لكم على 180 درجه لمده 25 دقيقه تقريبا، المهم غير يبانوا لكم تحمروا. هنا البنات غادي ندوز ندير داك الحوت في اللاطا، غادي ندخلو الفران. انا هنا البنات الحوت كنفضل ما ندير فيه لا عطريه لا والو، كيعجبني يعني نحسب هذيك النكهه ديال الحوت، كما كتعرفوا يعني العطريه شويه مجهده، وعاد يعني في هذا الشهر الكريم البنات حاولوا تقللوا من العطريه، الصراحه كتمجهده وكتضر في المعده، يعني حاولوا تقللوا منها. هنا البنات عندي لي زيبيناغ من بعد ما غسلتهم مزيان وسقطرتهم، انا كنقطع فيهم، غدا نطيبهم على شكل الخبيزه او البقوله. صافي غدا نستمر على الطريقه، غنقطعهم نديرهم في المقله، وغدا ندوز نشعل عليهم البوطه ونخليهم يطيبوا حتى كيطيبوا ينشفوا من الماء. هنا كما كتشوفوا البنات من بعد ما طابوا وكينشفوا مزيان من الماء، غادي نزيد عليهم شويه الزيتون مقطع، شويه الهريسه، وشويه ديال العطريه، وشويه ديال الزيت ديال الثومه، تقدروا ديروا حتى رويز ديال الثومه، دوزوا شويه زيت العود. صافي هنا والبنات غندير شويه الزيت ديال العود، صافي غادي نحرك وغادي نطفي عليه. هنا البنات عندي عجينه عاديه ديال البطبوط، هنا دابا هنا كنسرح فيها، غادي نسرحها مزيان، غادي نصايب طيبيطات صغار، غادي نقطع على شكل مربع، صافي هنا البنات غادي نحاول نحيد دوك الجوانب باش نقاد يجوني متساويين. الطريقه يعني تقدروا ديروها بالنسبه اللي ما عندوش القطع مربع، تقدروا ديروا حتى الطريقه حتى هي كتجي مزيانه، وهكا نيت نديروا شكل شويه مختلف على الشكل الدائري، كيجيو زوينين حتى مربعين. البنات غدا ندوز نصايب معكم الحشوه اللي غدا نعمر بها دوك البطيبيطات ديولي، المهم هنا غادي تحتاجوا واحد فلفله، غدا نشدها نقطعها طريفات صغار، وغدا نديرها في المقله ونخوي عليها شويه زيت العود وشويه الزعتر وشويه ديال المليحه. صافي وغادي ندوزها شويه في داك الزيت العود حتى كطيح، هنا كما كتشوفوا انا درت شويه الزعتر، غادي نزيد شويه زيت العود، صافي غادي ندوزها فوق البوطه حتى كطيح على هذا الشكل هذا. البنات غادي نحتاجوا واحد 3 حتى 4 الفرماجات، وغادي نحتاجوا البط ديال الطون، صافي وغادي تخلطوه مزيان مع داك الطون، وغدا نزيد عليها البنات واحد المعلقه ديال المايونيز. المايونيز كيبقى اختياري، الا بغيتو ديروه ما بغيتو ما ديروش، وتقدروا ديروا حتى المعلقه ديال الموطر حتى هي كتجي زوينه. صافي غدا نزيد عليها الزيتون اللي انا ديجا قطعته، وغدا نزيد عليه داك الفلفله اللي ديجا طيبت. هاد الحشوه البنات كتجي لذيذه لذيذه بزاف، كنتمنى تجربوها. صافي غدا نزيد عليه الفلفله، البنات غناخذ بواحد مطيشه غادي نحيد ليها الزريعه من الداخل باش ما تجينيش ديك الحشوه ميها،
وغادا نقطع طريفات صغار، وغادا نزيد على ديك الحشوه صافي على هذا الشكل. غادا ندوز نعمر بهم داك الطبيطات. هنا كما كتشوفوا البنات ها هما الطيبطات هما كنخبز فيهم، كما كتشوفوا ها هما تنفخوا كيجيو زوينين على هذا الشكل هذا. هنا البنات غادا ندوز نصايب معكم هاد التحليه اللي كتجي زوينه ولذيذه، واللي اهم حاجه مفيده بزاف للجسم ديالنا، اللي كتعطي واحد الطاقه. هنا البنات غادي نحتاجوا دانون كيف ما كان، يعني كما دانون اللي عندكم حتى الطبيعي حتى هو كيجي زوين. غادي نحتاجوا، انا عندي هنا الفريز، البنان مقطع، عندي واحد ربعه الحبات ديال الشريحه حتى هي مقطعه، ربعه الحبات ديال التمر، شويه زبيب، شويه القرقاع، بيستاج. المهم البنات داكشي اللي عندكم تواجد في البيت ديروه. المهم هنا كما كتشوفوا انا درت شويه الفواكه، هزت عليهم شويه الدانون. المهم درتهم هكا على شكل طبقات صافي، وغادا نزيد عليهم من الفوق داك التمر وشويه شريحه، الزبيب، القرقاع، شويه البيستاج وداك رقائق اللوز. هاد التحليه البنات مفيده بزاف للجسم ديالنا وكتعطي واحد الطاقه، من ما نعاودش لكم يعني جربوها كتجي زوينه حتى في المذاق صافي. البنات غنستمر على هاد الطريقه حتى كنسالي الكيسان ديولي كاملين. البنات هذا هو الشكل الاخير ديال هذوك ليكيش اللي صايبت معاكم، كيجيو زوينين، كيجيو لذاد لذاد لذاد، كنتمنى تجربوهم. وهنا كما كتشوفوا البنات دوك البطيبيطات اللي درتهم على شكل مربع، وداك الحشوه اللي كتجي لذيذه، كنتمنى تجربوها. المهم البنات هذا هو الشكل الاخير ديال المائده ديالي، كنتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا معايا. انا هنايا درت حتى شليضه، ودرت هنايا اليوم حسوه بالزرع ديال الزرع، ما درتش الحريره، مره كندير الحريره مره كندير حسوه ديال الزرع. اللي بغيت ناكد عليكم البنات حاولوا تدخلوا الخضره، حاولوا تدخلوا يعني هكا فواكه الخضره اللي هي مهمه بزاف للجسم ديالنا، حاولوا تقللوا من هذا الشيء ديال العجائن. كما كتعرفوا يعني حنايا النهار كله حنا صايمين والمعده ديالنا متوقفه، وكنزيدوا نكملوا عليه يعني كنفطروا بداك الشيء ديال العجائن اللي كيكونوا الاغلبيه عاجنينها يعني بالفورس، وهذا يعني باز المعده ديالنا يعني كتبلوكا. يعني هذا الشيء ماشي لصالح الصحه ديالنا، يعني حاولوا تدخلوا الخضره فواكه اللي هي مفيده بزاف للجسم ديالنا. وهنا كما كتشوفوا البنات اتاي اللي ما كيخطا يعني حتى طبله مغربيه. هنا البنات كما كتشوفوا هذا هو الحوت اللي خرج من الفران، بعد ما خرجته درت لي شويه ديال الحامض ورافقته مع شويه ديال الكاتشوب. جربوا هذه الطريقه حتى هي كتجي زوينه كتجي لذيذه. المهم البنات كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الطبيله ديالي، وما تنساوش تابوناو معايا وديروا لي لايك، واهم حاجه تخليوا لي التعاليق ديالكم راني كنقراهم. وكنتمنى لكم البنات هذا الشهر هذا يدوز عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه، وباش ما كتمنى يا ربي، والله يرفع علينا هذا البلاء هذا في اقرب وقت. وكنقول لكم ان شاء الله خليتكم مع فيديو جديد، وخليت لكم الرعايه.